بعد أن فتح المسلمون أرض العراق وأزالوا دولة الفرس منها، قسم الخليفة عمر بن الخطاب الغنائم المنقولة من سلاح ومتاع على المقاتلين، ولم يقسم الأرض، أرض السواد، وهي ما يشار به إلى سواد كسرى الذي فتحه المسلمون على عهد عمر بن الخطاب من أرض العراق. سواد بمعنى سواد مليء بالزرع والأشجار، تعرفين المتخم لجزيرة العرب التي لا زرع فيها ولا شجر، كله أصفر وتراب، فإذا بهم لما شافوا وخرجوا من أرضهم ظهرت خضرة الزرع والأشجار، فتغطى الأرض تغطت بلوني الخضرة، فسمي الأرض كلها سميت بأرض السواد. استشار الصحابة عمر في عدم قسمتها، كان رأي غالبيتهم أن يقسمها بين المقاتلين كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض خيبر. من هؤلاء الذين رأوا هذا الرأي بلال بن رباح، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، وتقول المصادر أن بلالا كان من أشدهم في ذلك الرأي، مما جعل عمر بن الخطاب يقول اللهم اكفيني بلالا وأصحابه. النقاش محتدم، استمر النقاش والمشاورة ما بين يومين أو ثلاثة أيام، إلى أن توقف عمر أمام قوله تعالى في سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم، وذكر عمر بعبقرية تليق به أنه من العدل أن تستوعب جميع المسلمين إلى يوم القيامة تلك الأرض المفتوحة، لذلك فإن المسلمين جميعهم لهم حق في هذا الفيء. يحكي القاضي أبا يوسف في كتابه الخراج فيقول: فأكثروا على عمر وقالوا أتقف ما أفاء الله علينا وبأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا، ولأبناء القوم ولأبناء أبنائهم ولم يحضروا؟ فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: هذا رأيي. فقالوا: فاستشر. فاستشار المهاجرين الأولين فاختلفوا، زي ما قلنا لكم عبد الرحمن بن عوف كان رأيه أن تقسم لهم حقوقهم، ورأى عثمان وعلي وطلحة وعبد الله بن عمر رأي عمر. هنا بقى في أغلبية، في مواجهة الأغلبية اللي عايز الأرض تتقسم، فأرسل إلى 10 من الأنصار، 5 من الأوس و5 من الخزرج من كبرائهم وأشرافهم. عمر بعت لهم وعرض عليهم وجهة نظره: قد سمعتم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أني أظلمهم، هؤلاء القوم دول الصحابة، أني أظلمهم، ده عمر، وأني أعوذ بالله أن أركب ظلما، أن أرتكب هذا الظلم. واستفاض في شرح رأيه بقى ما قصده من حفظ حقوق الأجيال القادمة، فقالوا جميعا الأنصار 10: الرأي رأيك، فنعم ما قلت وما رأيت. وافقوه على رأيه فعدم تقسيم الأرض دي على المقاتلين، لأنها أرض المسلمين على مدى الأجيال. وينتهي أبو يوسف إلى أن السياسة العمرية التي أيدها فقهاء الصحابة مثل علي ومعاذ كانت توفيقا من الله لعمر بن الخطاب، وقد أدت إلى تحقيق العدل الذي دعا إليه الإسلام. ملخص هذه السياسة هو نقل ملكية الأرض المفتوحة عنوة غزوا حربا من الأفراد المالكين إلى مجموعة أفراد الأمة كلها في سائر الأجيال، فلا يملكها شخص أو أشخاص، بل هي للمسلمين جميعا. أرض يعني سواد تبقى أرض دولة، أرض الدولة، ملكية الدولة، رعها وأموالها تذهب إلى بيت المال فينفق على المواطنين جميعا في كل العصور وفي كل الأوقات. ملكية الأرض شيء يحمل تلك الأهمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لكنه كاشف أيضا إلى هذه العقلية التي قدمت لنا تلك العبقرية، عبقرية أرض السواد.